السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة التطبيقات الكتابية المندرجة ضمن الأسبوع الرابع من الوحدة الثالثة، الوقاية من الأخطار، مجال الوقاية من الأخطار، المرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثالث. إذا آتي بأفعال فيها همزة، مرة في الأول ومرة في الوسط ومرة في الآخر. أنا أعطيكم أنا من كل مثال أعطيكم جوج ديال الأمثلة. مثلا حرف الهمزة في الوسط في الأول، عندنا هنا أخذ، ناخذ كمثال مثلا أرسل، أكل. حرف همزة في الوسط رأى، دأب. حرف همزة في الأخير عبأ، هنأ. إذا الفعل الذي بحرف همزة نسميه مهموزا. إذا أرسل أكل حرف الهمزة في الأول، رأى دأب حرف همزة في الوسط، عبأ هنأ حرف همزة في الأخير. أحول فعل مرة حسب الضمائر. إذا مرة هو فعل مضاعف بشدة، إذا هو فعل مضاعف. إذا أنا مررت، أنتم مررتم. هنا يمكن لكم توقفوا الفيديو وتخدموا التمرين وترجعوا تصحوا. مررتم، أنتن، مررتن، هم مروا، هن مررنا. في المضارع أنا أمر، أنتم تمرون، أنتن تمررن، هم مروا، هن يمر، أنتم تمرون، أنتن تمررن، هم يمرون. هنا ما تنساوش أن عندنا المضارع، ما توقعوش كود الخطأ. يمرون، يمرون. إذا عندي المضارع كنحتفظ على المضارع ديالي. هن يمررن، أنت مر، أنتم مروا، أنتن مررن. أعيد، أنا مررت، أنتم مررتم، أنتن مررتن، هم مروا، هن مررنا، أنا أمر، أنتم تمرون، أنتن تمررن، هم يمرون، هن يمررن. أما في الأمر أنت مر، أنتم مروا، أنتن مررنا. السؤال الثالث، أضع الكلمة المناسبة في المكان الفارغ، وفوق، صباحا، أمام، ليلا. إذن أنام وأفيق، أجلس كرسي مائدة الفطور فآكل ما لذ وطاب. إذا ماذا نقول؟ أنام، أنام متى؟ صباحا أم أمام، ليلا أم فوق؟ إذا أنام ليلا. وأفيق، أفيق صباحا. أجلس فوق كرسي، فوق كرسي أمام مائدة الفطور، مائدة الفطور فآكل ما لذ وطاب. أنام ليلا وأفيق صباحا، أجلس فوق كرسي أمام مائدة الفطور فآكل ما لذ وطاب. أكمل بما يناسب السؤال كما في المثال. إذا هنا سأطرح كيف، كيف، وهنا كم. إذا عبرت الطريق عبورا حذرا، كيف عبرت الطريق؟ عبرت الطريق عبورا حذرا. شرحت الدرس لأخي، كيف شرحت الدرس لأخي؟ شرحت الدرس لأخي شرحا جيدا.
شرحا جيدا. أنجزت التمارين. كيف أنجزت التمارين؟ أنجزت التمارين إنجازا صحيحا. دائما كنطرح السؤال بكيف، هنا بكم، كم يعني العدد، هنا نقلب المطلق العدد. إذا أشار الشرطي إشارتين، شربت الماء شربتين، قفزت قفزة واحدة، قفزة واحدة. إذا شرحت الدرس لأخي شرحا جيدا، أنجزت التمارين إنجازا صحيحا، شربت الماء شربتين، قفزت قفزة واحدة. أدخل إن، أن، لعل على الجمل الآتية. إذا عندي هنا جمل إسمية، ندخل عليهم إن، أن أو لعل. أما إن، أن، لعل نفس الأخوات، كيديروا نفس الشيء. ملي كيدخلوا الجمل الإسمية كينصبوا الأول والثاني كيبقى مرفوع. إذا الأزهار متفتحة، يمكننا نقولوا لعل الأزهار متفتحة. الحضر واجب، حضر. إن الحضر كما كتعرفوا المبتدأ كيتغير، منصوب. إن الحضر واجب. اللعب بالنار خطير. إن، إن اللعب بالنار خطير. إن اللعب بالنار خطير. العطلة قريبة. علمت أن العطلة، العطلة قريبة. علمت أن العطلة قريبة. علمت السرعة خطيرة. علمت أن، أن السرعة خطيرة. إذا لعل الأزهار متفتحة. إن اللعب بالنار خطير. إن الحضر واجب. علمت أن العطلة قريبة. علمت أن السرعة خطيرة. أقرأ أملأ الفراغ بالهمزة المناسبة. إذا وضوء قبلها سكون ما يتمد بالواو ستكتب على السطر. وضوء. سؤال ضمة، إذا ستكتب على الواو. سؤال. رأس فتحة وهي ساكنة، إذا ستكتب على الألف. رأس قارئ قبلها كسرة ستكتب على شبه ياء، على شبه ياء. بطء قبلها سكون حي، إذا ستكتب على السطر. مساء قبلها مد أو سكون ميت أو يسمى سكونا ميتا، إذا ستكتب على السطر. كؤوس قبلها ضمة وهي مرفوعة أيضا ستكتب على الواو. كؤوس. بئر لها كسرة وهي ساكنة، الكسرة أقوى من السكون، إذا بئر. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع